بلد واحد واهل وحده والبيت الكو والعتب الا تسلم البيت واصحابه. هاي العرب اسمها عرب المطموره. هاي خوالي وهذاك البيت بيت جدي. ها شايف بالاخير البيت العرب اللي عند سته غرب البرج هذا بيت جدي. يا ربي يا ربي تفتح الطريق ويحل السلام وتجمع. وهين مقبره النا والهن. طيب هين خيتها عمرها 6 شهور اكبر مني مدفونه بالمقبره هون وسيدي بالمقبره هون. كانت في بوابه يدخلوا الميت من هون من العروشه يحطوا على المقبره. أنا كنت صغير يعني لما لسه صار حرب وهاجر يعني. هذاك المعبر هناك شو معبر ايش؟ وين؟ هذيك هناك النقطة نقطة الجيش هذيك. هاي النقطة هاي الهدنة. هاي جديدة بالمغراقة هاي الهدنة. الهدنة هاي هي. هذا الهدنة. طيب من كم لهون؟ أي بلد لسه هون؟ هون المطمورة وقرايبنا أخوالي. طيب. أخوتي. فوق على راس الجبل المقبالنا. هاي طير حرب. ايش اسمها؟ ايش اسمها؟ دير حرفه. دير حرفه بنكمل هون. شو تحكينا هون؟ هون الظهيره بس بشرف لا تسجلني يمكن يزعلوا. لا مش ما تخافي ما تخافي. هذول اللي هون الظهيره خوالي وقرايب. اوكي. وهاجروا من الحرب 82 بيوت انفضت تقريبا ما ظل شيء. طيب يعني ما كنا متأمنين. وهاي هون الحمد لله اللي رجعوا. بنكمل هون بال 2000 رجعوا. تعالي نكمل هون. وهون كمان قرايب. شو اسم البلد هاي كمان الظهيرة؟ اسمها الظهيرة. كمان الظهيرة. الظهيرة. هذا هم زارعين دخون. نشم ريحة الدخون احنا. ايوه. احنا مثل هالمالية. نزرع دخون. فلاحين لك. بس احنا كنا نروح نجيب الشتل من المزرعة حياة بي. مضبوط صح. ايوه وامي. مضبوط. من المزرعة. واختي الكبيرة يجيبوا الدخون هون. تعالي احكي لنا كمان. هاي البلد فوق شو فوق؟ هاي البلد شحين. شحين اسمها؟ اي اسمها شحين وحاطها طير حرفه. اها. والجبيل. والجبيل. أيه. وهذيك فوق؟ هذيك والله ما صراحه يمكن قريبه. يعني تقولي الظهيره كلها هاي الظهيره لغايه تقول الظهيره هاي؟ هاي لا، هاي لحدت هون الظهيره في وادي هذيك فيها المدرسه يارين. يارين هاي يارين. ايوه يارين. المدرسه البيضاء كانت بالزمانات زمان ما في مدرسه يروحوا يتعلموا من العرب شافت ذيك المدرسه. هو هذا بيت عمك هسه انا مالي صراحه ابوي وحداني بس هو ابوي ولاد العم خي البي هسه الهن هون ارض والهن بيوره والهن زيتون وفلتوها بس بجورديه هو كمان اي بس سنة 48 حطوا الحطوط ورحنا هاي الارض اللي فلانين فيها ما اعرف يمكن صدقه شروها ما بعرفش يا ريت يرجع سفيس لا تعرفش يعني اهلك تهديك لغا والله انا يا صراحه ما بعرف